يسعد اوقاتكم، معاكم فاتن. وصفة فيديو اليوم حتكون خبز القرفة او لفائف القرفة او شو ما انتو بتسموها. خبز كتير طري محشي بالقرفة والسكر البني ومزين بالسكر البودرة. ريحته كتير بتشهي لانه بيحتوي على كمية حلوة من الزبدة. اذا انتو اول مرة بتشوفوا قناتي هون، لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس لتوصلكم كل الاطباق القادمة ان شاء الله. ويلا مع بعض لنهاية الفيديو لحتى نشوف تفاصيل الوصفة وخطوات العمل خطوة بخطوة مع بعض. رح نبدأ بتحضير العجين. عندي هون 5 أكواب من الطحين، عليهم رشة من الملح، 1 كوب من الحليب الدافي، وعندي هون تقريبا 1.25 كوب من الزبدة بحرارة الغرفة، 2 كبار من الزبادي بدرجة حرارة الغرفة، 1/4 كوب من السكر، 1 صغيرة من البيكنج باودر، و 1 كبيرة من الخميرة الفورية. طبعا بالإضافة ل2 حبتين من البيض يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، وعليهم 2 معلقة من الفانيلا. أول شي رح أضيف السكر والخميرة على الحليب الدافي، رح أحركهم، رح أتركهم على جنب. هلأ بالوعاء رح أضيف البيض، ضروري يكون درجة حرارة الغرفة حتى ما يبطل لي تفاعل الخميرة. رح أضيف البيض ورح أنزل عليهم 2 كبار من الزبادي يكون كمان درجة حرارة الغرفة، ونحرك هاي المقادير لحتى تمتزج مع بعض. هيك صارت عندي المقادير، البيض والزبادي جاهزين. هلأ حنزل عليهم الحليب اللي خلطت معه الفانيلا مع السكر والخميرة، ورح أخلط هاي المقادير السائلة كلها مع بعض. هون رح أضيف البيكنج باودر على الطحين اللي أنا ضيفت له كمان رشة من الملح، ورح أحركهم، هيك بتصير معي خليط المواد الجافة جاهز. بنزل خليط الطحين على خليط البيض مع الزبادي وببلش بالعجن. طبعا رح أحتاج كمان 1/2 كوب من المي الدافية. بستمر بالعجن لحتى تبلش عندي العجينة تتكون مثل ما انتم ملاحظين بالفيديو. مجرد ما عندي العجينة لمت رح انزل عليهم الزبدة بدرجة حرارة الغرفة تدريجيا مع العجن لحتى تتكون عندي عجينة كتير ناعمة وملمسها كتير طري وكتير ريحتها كتير حلوة. بستمر بالعجن، ضروري جدا نعجن كتير كويس حتى تتكون عندي عجينة بهذا القوام الناعم الطري كتير. بنلم العجينة ورح نتركها بمكان دافي تقريبا 40 دقيقة. ما تكون العجينة قاسية، ضروري تكون عجينتي عجينة طرية مثل ما انتم ملاحظين بالفيديو. إذا حسيتوها بتدبق بالإيد بس امسح إيدكم بشوية زيت وهيك بتصير معكم جهزت. رح أتركها بوعاء، هلأ رح أغلفها وأتركها مثل ما قلت لكم 40 دقيقة. نيجي هلأ لتجهيز الحشو. عندي هون 1.25 كوب من الزبدة، رح أضيف لهم 1 كوب من السكر البني. ممكن إذا مش موجود عندكم السكر البني تضيفوا السكر العادي. 1/2 كبيرة من القرفة، ورح أخلط هاي المقادير ليصير عندي قوام كريمي. هاد هو القوام اللي أنا بدي إياه، هيك صارت عندي الحشوة جاهزة. العجينة بعد ما تركتها 40 دقيقة، عجينة جدا طرية ريحتها بتاخد العقل. فرشت الكاونتر بشوية من الطحين، ورح أفرد العجينة بخفة بأطراف أصابعي، ما تعجنوها كتير، بدي إياها تضل محتفظة بالهواء، ورح أفردها على شكل مستطيل. هلأ بعد ما فردتها على شكل مستطيل مثل ما انتم ملاحظين، راح ابلش بدهن الحشوة على كامل العجينة اللي فردتها. ما تبالغوا كتير بكمية الحشوة حتى ما تطلع عندكم بوقت الخبز. هلأ هيك صارت عندي العجينة مفروشة بالسكر البني وكمان بالقرفة، صارت عندي جاهزة. بهاي الخطوة ممكن تضيفوا اي نوع مكسرات انتم حابينه. راح ابلش أتني أو أطوي العجينة بهذا الشكل على 1/2 قطعة
نحضر المستطيل اللي عملناه مثل ما انتم ملاحظين بهاي الطريقة. وكمان أخذت الجزء الثاني وقلبته على الجزء الثالث لحتى صار أعطاني هذا القوام هلا أو هذا الشكل. هلا رح أقطعهم شرايط أو مستطيلات بهذا الشكل. تقريبا حجم المستطيل يكون إصبعين 2-3 سنتي صغار. هلا هيك صارت عندي، رح أقطعهم على شكل مثل ما أنتم ملاحظين بالفيديو لا شرحتين حتى أقدر أعملهم ضفيرة. هلأ ببلش أجدل فيهم أو أعملهم ضفيرة مثل ما أنتم ملاحظين بهذا الشكل. العجينة جدا طرية، فإذا أنتم حسيتوها كتير طرية حطوها بالتلاجة شوي لحتى الزبدة معاكم تجمد. هلأ هون صارت معي جاهزة، رح أبلش أبرمها على شكل دائري وصارت معاي بهذا الشكل الحلو. طبعا بكون مجهزة صينية فرجتها بورق الزبدة وراح احطهم على الصينية مثل ما انتم ملاحظين. بعمل التشكيلة كلها بنفس الشكل. بكون مجهز الفرن على 360. هون عندي صفار بيضة واحدة تفضلها معلقة صغيرة من الحليب، وراح ادهن فيه قطع او لفائف القرفة مثل ما انتم عشان لحتى يعطيني إلها لون حلو وقت الخبز. أول ما تطلع من الفرن ما تتصور ريحة البيت، كتير العجينة بتجنن، طرية جدا جدا، لونهم كتير حلو، كمان ريحتهم بتاخد العقل، كتير طيبين مع كاسة قهوة أو كمان على الفطور. بتركهم لحتى يبردوا شوي وبعدين بزينهم بالسكر البودرة. طبعا بهاي الحالة كله بيرجع حسب رغبتكم، ممكن تزينوها بأي نوع صوصات موجودة عندكم، نوتيلا، أي شيء أنتوا بتحبوه وبتختاروه. أنا اكتفيت برشهم برشة من السكر البودرة، صار عندي شكلهم كتير حلو. وصفة اليوم بتمنى تكون عجبتكم، انتظروني بوصفات قادمة إن شاء الله، ولا تنسوا اللايك والشير للفيديو، يعطيكم ألف عافية.